مرحبا بكم. على إثر النشرة الخاصة اللي صدرت من مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص الأمطار العاصفية القوية اللي من المحتمل تعرفها عدد من الأقاليم ابتداء من يوم الأربعاء 6 يناير، وفي مثل هذه الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة مستعملي الطريق، تهيب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكافة مستعملي الطريق أولاً لتأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة من وإلى الأقاليم اللي من المرتقب تشهد أمطار عاصفية قوية إلا في حالة الضرورة القصوى. ثانياً تجنب تنقل ليلاً. ثالثاً الاستعداد القبلي للسفر من خلال مراقبة الحالة الميكانيكية للعربات. رابعاً توخي الحيطة والحذر خاصة بالمحاور اللي من المحتمل التعرض للغمر بحال المنخفضات ونقط عبور الطرق الأودية والشعاب. خامساً عدم المغامرة بالحياة من خلال المرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر. سادساً عدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة. سابعاً احترام مسافة الأمان بين المركبات. الوزارة كتأكد أيضاً على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديرية الترابية للوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء غادي تبقى رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق من خلال منصات التواصل التالية.